قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري إن الحكومة اتخذت جملة إجراءات لتنفيذ مطالب محافظة جرش التنموية بقيمة 57 مليون دينار خلال العام الحالي. جاء هذا خلال ترأسه اجتماعا لفريق حكومي في جرش لاستعراض إنجازات البرنامج التنموي للمحافظات للأعوام 2016-2018، وأضاف أن الحكومة عملت على تلبية جملة من المطالب والاحتياجات التنموية المقترحة من المواطنين للعام الحالي، أبرزها مشاريع حكومية بقيمة 46 مليون و300 ألف دينار، ومشاريع بنية تحتية بقيمة 5 ملايين و900 ألف دينار، ومشاريع برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية بقيمة 2 مليون و300 ألف دينار، إضافة إلى حجم الدعم للمحافظة من خلال على خطة الاستجابة للأزمة السورية بقيمة 2 مليون و400 ألف دينار. كان العديد من الملاحظات التي تعني بلدية جرش الكبرى، هذه الملاحظات هي تصب في تطوير وتعزيز الدور السياحي للمدينة من خلال إعادة إنشاء البنى التحتية، ومن ثم الوضع البيئي، ومن ثم وضع الحركة المورية داخل المدينة وإعادة إنشائها.